السلام عليكم. في زمن الحرب تتسع دائرة الظلم وتضيق أمام اليمن خيارات الإنصاف والعدالة، فما بين انتهاكات الحرب وواقع تغيب فيه الأجهزة الضبطية والأمنية والقضائية التي يشكل غيابها مزيدا من تعقيد حياة اليمنيين ويومياتهم، لا شيء غير المزيد من المعاناة، سواء في المناطق المحررة أو تلك التي لا تزال خاضعة لسلطة الميليشيا القمعية. الحدث الأبرز في يوميات غياب العدالة هو الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية القاضي ببطلان تعيين ميليشيا الحوثي للنائب العام الذي أصبح ممحة لجرائمها، فيما يظل هذا المنصب السيادي والمهم شاغرا في جانب الشرعية. ميليشيا الحوثي وغيرها من الجهات التي تعمل خارج إطار القانون أو بالقفز عليه تمارس انتهاكات وجرائم ضد المدنيين دون الاستناد لقوانين أو نظم حاكمة. مئات بل آلاف المعتقلين في صنعاء وعدن وحضرموت خارج إطار القانون وآخرون يعذبون، وانتهاكات من قبل جماعات نصبت نفسها في مناصب القضاء وباتت تقضي في الناس. فلماذا لا يفعل الجهاز القضائي؟ ولماذا لا يعين نائبا عاما من قبل الشرعية؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في المساء اليمني لهذه الليلة. مشاهدينا، تقرير ونعود إليكم. في تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين اللاسلم واللاحرب تعيش المدن اليمنية حالة غياب الأمن وسلطة القضاء، واقع يفرض أجندات أخرى وجماعات تأتي من خارج القانون وتفرض إجراءات غير قانونية تربك حياة المدنيين وتحمل الدولة عواقبها الوخيمة. يقول مراقبون إن لجوء المواطنين إلى جهات غير قضائية للتحكيم يفتح الباب واسعا أمام القوى التي تعمل خارج سياق القضاء، بل وخارج سياق الدولة والمؤسسات، فيما تخضع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا لمزاج حملة السلاح وقانونهم. يعيش السكان في تلك المناطق حالة من الخوف والقلق الدائمين من المداهمات والنهب وتفشي ظاهرة التقطعات والمحاكم غير القانونية التي تنصبها الميليشيا لخصومها والتجار. المحكمة الإدارية بصنعاء تقضي ببطلان قرار تعيين النائب العام والذي يعين من قبل رئيس ما يسمى اللجنة الثورية لميليشيا الحوثي، وإعلان بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها النائب العام البغدادي بشأن التنقلات والتعيينات التي أقرها. إلا أن الحديث عن المنظومة الأمنية والقضائية ليس حكرا على المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا، فالمدن المحررة هي الأخرى لا تزال تنوء تحت وطأة الفوضى واختلال ميزان العدالة نتيجة غياب أجهزة القضاء بصورتها الطبيعية، بدءا من أجهزة الأمن والنيابات والقضاء وانتهاء بمنصب النائب العام الشاغري والذي تتجاهل الحكومة ورئيس الجمهورية كارثيته. الرئيس هادي كان في وقت سابق قد ألغى كافة تعيينات الانقلابيين لأنصارهم في مناصب عسكرية وقضائية ومدنية، ووجه بتفعيل أجهزة القضاء والأمن لتلافي تراكم القضايا خصوصا تلك التي تمضي بالتجاور مع الحرب. إلا أن تعطل أداء المحاكم في كثير من المناطق وعدم تفعيل الجهاز القضائي لا يزال عائقا أمام الفصل في قضايا المواطنين وتأمين الاستقرار للمدن المحررة، خصوصا أن تطبيع الحياة دون استواء كفتي ميزان العدالة أمر لا يمكن حدوثه. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون عبر سكايب، سيكون معنا من باريس وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فؤاد. أهلا، مساء الخير. أهلا بك. بداية أستاذ فؤاد، لو بدأنا بالحديث عن قرار المحكمة الإدارية بصنعاء الذي يعني ألغى قرار لجنة الحوثيين بتعيين البغدادي نائبا عاما، برأيك ما هي دلالات مثل هذا القرار، خاصة والبلد يعني يرزح تحت سلطة الانقلاب؟ نعم، مثل هذا القرار هو طبعا بالمعنى القانوني والقضائي لا يمكن استيعابه ولا يمكن تبريره، هو قرار باطل ومنعدم الأثر لأنه لم يأخذ المسار القضائي الصحيح الذي يجب اتباعه في حالة هذه التعيينات المهمة في الجهاز القضائي. من المعروف بحسب السلطة القضائية من خلال قانون السلطة القضائية أن هناك مسار لتعيين النائب العام والمناصب العليا في داخل القضاء تمر عبر السلطة القضائية، ومن ثم قرار يعتمد من رئيس الجمهورية كما هو معروف في القانون سلفا. فمن الطبيعي أن المحكمة الإدارية أن تقوم بإبطال هذا القرار باعتباره قرار صادر عن سلطة تنفيذية، وهي قامت
بالحكم ببطال لأنه لم يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية لهذا القرار. نعم. من قبل أيضا قبل حوالي أسبوع تقريبا أو أسبوعين صدر قرار أيضا في مثلا فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس و ومعاونيه في نفس هي نفس القضية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي أصلا محكمة غير متخصصة بحكم الاختصاص النوعي الذي زامن وقت إصدار قانون المحكمة الجزائية المتخصصة، ليس من اختصاصها أن تقوم بهذه المحاكمات، وبالتالي فكل الممارسات التي تقوم بها هذه السلطات الأمر الواقع في الوقت الحالي هي سلطة يعني هي تعتبر بشكل أو بآخر مثل الممارسات القضايا غير المشروعة التي تتم في مناطق أخرى، مثلا في تعز محكمة أنصار الشريعة قامت تقوم بإصدار استدعاءات ومحاكمات لبعض الأفراد دون وجود مسار حقيقي لها. لكن ما هو الغرض إذا طرحنا هذا السؤال كإجابة على سؤالك، ما هو الغرض من هذا الاسم في الوقت الحالي؟ طبعا أعتقد أن الغرض الحقيقي والهدف الرئيسي من هذا القرار كهذا هو أن السلطات أو الأمر المواقع والميليشيا الموجودة في داخل صنعاء تريد أن تستقصر على مجمل السلطة القضائية كما فعلت في السلطة التنفيذية وعطلت كثير من صلاحيات وممارسات السلطة التشريعية فيما مضى. نعم، كيف تنظر إلى هذا الأمر أستاذ فؤاد؟ يعني نعم دأب الحوثيين، يعني كما نلاحظ فعلا السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه أيضا لما يخدم بقائهم ومصالحهم السياسية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن الميليشيا أرادت بهذا القرار أمرين، يعني من ضمن جملة أهداف أرادت بهذا القرار هي أن تستقل السلطات الأمر الواقع، أرادت أن هي ستكون بداية المحاكمة التي جرت للرئيس ومعاونيه، هي ستكون بداية للقيام بمصادرة كثير من يعني أملاكهم وعقاراتهم وأيضا استهداف المعارضين الناس المخالفين لهم عن طريق، وهذا لن يتم إلا بوجود غطاء قانوني، استكمال الغطاء القانوني هذا لازم أن يكون هناك نائب عام تابع لهذه السلطات الأمر الواقع هو الذي سيكون الأداة التنفيذية، لأنه حتى ولو شكلا أمام الرأي العام الداخلي وأمام الرأي العام الخارجي أن هناك مسار قضائي قد سار في هذا الاتجاه. الشيء الآخر هي تريد أن توجه رسالة، يعني لكل هناك جزء كثير من الشرعية أو حتى من المؤتمر موجودين مع الشرعية لديهم أملاك في صنعاء، لديهم بيوت، لديهم هي باعتبار هذا القرار هي تريد أن توجه رسالة، نعم إحنا الآن موجودين، سلطات أمر واقع تحت يدنا، القضاء تحت يدنا، وبالتالي أي تحركات منكم أو أي ضد ما يسمى بين مزدوجين يعني لصالح العدوان أو ضد سلطات الأمر الواقع الموجودة في صنعاء هي ستستخدم الأداة القضائية هذه للقيام بقمعهم واستهدافهم. نعم، طيب أستاذ فؤاد، يعني نهاية العام الماضي اتخذ الرئيس هادي قرار نقل المحكمة العليا وهرم الجهاز القضائي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولكن حتى الآن يعني لم يفعل على الأرض هذا القرار، يعني أولا ما هي مخاطر عدم تفعيل مثل هذا الأمر برأيك؟ هو المفترض أنه الطبيعة تكره الفراغ طبعا، لكن وإذا كانت يعني السلطات الشرعية يعني في الأخير المجتمع الدولي والرأي العام بشكل عام هو ينظر إلى صحيح أنه في هناك جانب عسكري من خلاله يتم النظر إلى المدن التي تم تحريرها، لكن أيضا المجتمع الدولي بالذات تحديدا هو ينظر بشكل أساسي إلى مدى الاستقرار في المناطق المحررة، هل هناك يعني مفترض أنه بعد تحرير عدن وبعد تحرير حضرموت ومأرب وهذه المناطق وتعز أن يبدأ الشروع في بناء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في هذه المناطق دعم الاستقرار في هذه الأماكن وفي صلبها أيضا بناء المؤسسات القضائية والأمنية حتى تكون هناك مرجعية للناس، مش كل واحد ينط فوق الثاني، كل واحد يعتدي على الثاني مثل اللي حصل الآن موجود في داخل تعز، هذا تعطي رسالة قوية جدا للرأي العام المحلي والخارجي بأن هناك سلطة شرعية موجودة تتحمل مسؤولياتها في 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 في, في فيما يتعلق بالأمن وخدمة الناس وفضل مناضعات الناس، هذا كان القرار المفترض أن يتخذ من الشرعية بدل ماذا يفعل يعني جزء من القضاة المحكمة العليا الموجودين الآن في داخل السعودية أو في داخل الرياض أو في المهجر، ماذا يفعلون؟ لماذا لم يتم حتى يعني وفق الإمكانية الحالية أن يتم اجتماع المحكمة العليا في داخل عدن
يتم تعيين النقص الموجود فيها، يتم تعيين البدء في عمل حركة قضائية في المناطق المحررة في داخل عدن، في داخل تعز، في داخل حضرموت، وفي داخل عدن، من أجل أن تكون الدولة قريبة من مؤسساتها وأجهزتها من لدى الناس. هنا ستعطي مؤشر قوي لدى الناس والمجتمع الخارجي والمجتمع الدولي أن هناك فعلا حكومة شرعية موجودة ومسؤولة تسعى إلى الاستقرار وليس تترك يعني عند هذه النقطة في تعز. هناك رسالة سيئة جدا توجه الآن في الوقت الحاضر يراها المجتمع الدولي. عندما نرى يعني مثلا أنا طلعت أحد النشطاء الموجودين اسمه الصامت مثلا في داخل تعز، الرسالة التي وجهت لهم من قبل أحد محاكم الشرع، أنا قرأت الخبر باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وأكثر من مصدر، يعني صحيح أن هذه الأخبار قد ربما لا نشاهدها في سائر العالم العربي، لكن هناك رصد دقيق لكل ما يحدث في هذه الأماكن. إذا في تعز ما الفائدة إذا كان تم تحرير مدينة تعز من قبل يعني تحريرها ضد ميليشيا الحوثي واستبدلناها بميليشيا أخرى موجودة على غرر ما هو موجود مثل محاكم الشريعة التي كانت موجودة في داخل ليبيا أو في داخل العراق؟ هذه رسالة سيئة جدا، وهي تضرب ثقة المجتمع الدولي وثقة المجتمع المحلي في الشرعية وما الذي يمكن أن تقدمه للناس. نعم. هل تعجز الحكومة يعني في هذا الفراغ؟ نعم. هل تعجز الحكومة عن ضبط مثل هذه المسألة أستاذ يعني أستاذ فؤاد؟ عادة ما نتساءل عند هذه النقطة وتكون الحجة الدائمة هي عدم وجود اعتمادات لازمة لتفعيل أجهزة القضاء، الشرطة، النيابة، المحاكم وما إلى ذلك، هل هذا عذر يعني يكون مقبول؟ أعيد السؤال لو سمحتي. قلت لك يعني أنت تتحدث عن يعني ممارسات خاطئة في بعض مناطق التي حررت والتي يعني هي تحت سلطة الشرعية، وأنا أحدثك يعني أن هذه النقطة دائما ما نطرحها على الجهات المعنية، ويكون العذر أو المبرر لهم أنه لا يوجد اعتمادات كافية لتفعيل أجهزة القضاء الكاملة، يعني الشرطة، النيابة، المحاكم، على مستوى يعني أن أحدهم يعني حدثنا أن القسم الذي تحت إدارته لا يمتلك إلا طقمين، يعني فمثل هذه الأمور، عدم اعتماد ميزانية حقيقية لاستعادة هذه الأماكن لتطيد الأمن على الأقل. نعم. أن هذه المقاربة لا، هو الآن السلطة الشرعية، سلطة الحكومة، يعني الحكومة الآن هي تقول أنها قد حررت 80% من أراضي الجمهورية اليمنية وما يقارب 30 إلى 35 من تحت السكان موجودين في إدارة. الآن عندما تؤجل هذه الملفات هي تعطي رسالة سيئة بأنها ليست على قدر المسؤولية. أريد أن الجانب القضائي والجانب الأمني ومدى استتبابه في هذه المناطق أيضا أثر كبير على الجانب السياسي. أعطيك مثلا فيما يتعلق في الحرب الليبية، يعني المجتمع الدولي لماذا يمارس الآن ضغوطات كبيرة على الحكومة وعلى التحالف من أجل عدم الدخول إلى صنعاء والدخول إلى بقية المناطق؟ لأنه رأى يعني هو رأى التجربة الليبية موجودة أمامه. التجربة الليبية تم إسقاط الدولة كاملة، تم إسقاط المؤسسات، تم، وبالتالي الآن أصبحنا إذا ثلاث دول موجودة وميليشيات داخل المدن، ولا يريد تكرار التجربة التي موجودة فيها. كان من الأفضل أن توجه الرسالة والتحالف يوجه رسالة عن طريق يعني عن طريق إعادة بناء المؤسسات خلال هذه الفترة التي تم فيها الحرب. كيف يتم إعادة بناء المؤسسات؟ عن طريق الخدمات، يعني الخدمات، الرواتب، الإسقاط، البنية التحتية، يتم إعادة العمل إلى تشغيلها، والسلطات الإدارية وأيضا السلطات الأمنية والبناء الأمني والقضائي لهذه المؤسسات. نعم. الخدمات يمكن ان نستعين فيها في الجانب مع المجتمع الدولي، فهناك جهود مشكوره للامارات مثلا في داخل يوم ان دخلت الى داخل المخا قامت بالترميم المدارس، اعاده الخدمات، جانب كبير جدا في داخل عدن نفس الشيء، في حضرموت نفس الشيء. لكن في اشياء ما تقدرش المجتمع الدولي ان يساعد غير الجانب الانساني وغير تقديم المساعدات والعون، يعني مثلا الجانب القضائي مش معقول انه الامارات او مثلا المجتمع الدولي شيء سياتي لكي يعطينا لكي يقدم لنا قضاء، لن يأتي لكي يقدم لنا يعني يعين ناس أجانب موجودين. هذا العمل هو عمل السلطة الشرعية، يجب أن تجتمع الأصل بأي طريقة يتم إعادة بناء المؤسسات القضائية باعتبار أنه قد انتهينا المهمة الكبرى، قد انتهت المهمة الكبرى وهي مهمة التحرير، والآن مرحلة إعادة بناء المؤسسات، وبقدر النجاح الموجود فيها يجب أن تكون هذه أولوية من الأولويات. نعم. سأعود إليك عند هذه النقطة أستاذ فؤاد يعني حتى نعطيها حقها بعد أن ينضم معنا الأستاذ فيصل المجيدي المحامي عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ فيصل، برأيك ما هي دلالات قرار المحكمة الإدارية بصنعاء بإبطال تعيين البغدادي كنائب عام؟ نعم، أحييك أختي آسيا والمشاهدين الكرام.
الواقع أن هذا القرار يمكن أن يؤخذ في سياقين اثنين، الأول ربما قضائي بحت، وهو يعني ربما محاولة من القضاء لاسترداد بعض شرفه المهني بعدما ولغت الميليشيا الانقلابية في اختطاف القضاء بكل مؤسساته ابتداء من مجلس القضاء الأعلى. وأنا أستغرب حقيقة لقاض كيف يقبل بأن تعينه ميليشيا رئيس مجلس القضاء الأعلى ثم تعيين نائب عام وكذلك بقية المرافق في القضاء اليمني باعتبار أنه مستقل على الأقل من الناحية النظرية، وبالتالي أي تعيينات يفترض أن تكون وفقا للمحدد في الدستور. ربما الجانب الآخر الذي قد يقرأه البعض، وأنا أرد هنا آراء وليس بالضرورة أن تكون متفقا مع ما أقول، أنه ربما هناك صراع بين أجنحة الانقلاب في هذا الأساس وبالتالي إرادة إلغاء هذا القرار. وبالتالي أنا أعتقد أن لهذا الموضوع ولهذه القضية تداعيات يعني مهمة بهذا المجال، منها إلغاء كل ما يتعلق بالقرارات الصادرة من هذا النائب العام، والذي أيضا دخل في مشاجرات مع القضاة وأصدر قرارات خلافا للقانون فيما يتعلق بتعيينات في النيابة، وكذلك رفعت في عهده قضايا سياسية بحتة تعرفين الكثير منها باستهداف قيادة الدولة وباستهداف الناشطين وملاحقة كل من يعارض هذه الجماعة. وبالتالي هذا الصراع بين ربما القضاء والنائب العام، طبعا مسمى النائب العام لأنه لا ينبغي أن نعترف حقيقة بالسلطة الإسمية بهذا المكان لشخص قبل بتعيينه من قبل ميليشيا، ربما كان أراد هذا الشخص أن يكون يد الجماعة في يعني فرض إرادتهم ولكن بغلاف ناعم بغلاف القانون. نعم تفضل. نعم أستاذ فيصل، برأيك ما الذي يعيق الدولة يعني حتى تعجز عن نقل المؤسسة القضائية إلى العاصمة عدن وتفعلها فعلا؟ أحسنتي، حقيقة سؤال في غاية الأهمية. بحت أصواتنا ونحن نتحدث وكل المراقبين وكذلك يعني العالمين بشؤون السلطة القضائية بأنه يجب للدولة أن تفعل هذا الجهاز، لأنه يدل على سيادة الدولة، يدل على تطبيع الحياة في هذه المناطق. الناس يحتاجون بالفعل إلى الأمن، يحتاجون إلى القضاء، وهي مؤسسة سيادية مثلها يعني توازي، تعرفين بأن السلطات غالبا في أي نظام سياسي تتمثل بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. عمليا رئيس مجلس القضاء موجود في عدن وبعض أعضاء المجلس إضافة إلى رئيس المحكمة العليا الذي ربما له الرأي في مسألة العودة حتى يتم تطبيق بعض الأمور المتعلقة بتوفير كثير من الأشياء. نعم، قد وجه رسالة لرئيس الجمهورية يعني القاضي حمود الهتان، نعم، في هذه النقطة تحديدا. أستاذ فيصل، يعني ما هي دلالة انضباط العمل القضائي في العاصمة المؤقتة، وما الرسالة التي يمكن أن ينقلها داخليا وخارجيا؟ طبعا رسالة هامة جدا، أولها بأن الدولة بدأت بالفعل بممارسة مهامها بشكل كبير، بمعنى أن مسألة مثلا مقر اجتماعات مجلس النواب إذا تم تفعيلها سيكون لها أثر كبير، وكذلك ممارسة الحكومة لمهامها في مدينة عدن أيضا ستعطي الناس انطباعا واطمئنانا بأن الدولة عائدة ليس فقط في العاصمة، يجب أيضا أن يتم تفعيل الأجهزة القضائية في كل المناطق المحررة، لكن عدن على رأس هذه المناطق، ليشعر الناس بأن سلطة القانون هي الأساس، ومن ثم الاحتكام له والاستبعاد أي دور لميليشيا وإن لبست فيما بعضها لباس عسكري أو أمني، بمعنى الانتقال من مسألة محاولة الحديث عن مقاومة وعن حرب وعن إلى سلطة الدولة وسلطة القانون. وأعتقد أن هذه الإمكانية قائمة ويمكن بالفعل البدء بتطبيقها بشكل كبير. نتحدث عن قيادة السلطة موجودة والمحاكم موجودة والمقرات موجودة، فقط بقي الإرادة السياسية يجب أن تكون هي المتوفرة في هذه المرحلة، وهي مهمة جدا لا تقل أهمية عن تواجد الرئيس والحكومة. نعم.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل المجيدي المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يتفق معك تماما الأستاذ فيصل المجيدي على أهمية نقل القضاء إلى عدن وتفعيله بصورة صحيحة. نحن يعني بين يدينا رسالة وجهها القاضي حمود الهتار لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، يعني لتفعيل مجلس القضاء فعلا في عدن، وطلب عدة نقاط ربما كان أبرزها تأهيل مدينة عدن وتهيئتها بجميع الخدمات التي ذكرتها، إيجاد مقر مناسب للمحكمة العليا، إعادة تشكيل مجلس الأعلى وفق معايير الكفاءة والنزاهة والأقدمية والحياد، سرعة حسم الصراع القائم في اليمن سياسيا وعسكريا، وألح على أن الحل السياسي من وجهة نظره يعني هو الأجدى، صرف مرتبات القضاء وما إلى ذلك، وتوفير الاعتمادات أيضا اللازمة. مثل هذه الأمور أستاذ فؤاد، أليست أمور عاجلة يجب البت فيها حتى يشعر الناس يعني بوجود القضاء، بوجود يعني الأجهزة التابعة له من شرطة، نيابة، محاكم؟ أيضا لا ننسى أن يعني قضايا الناس معلقة حتى الآن، يعني وهناك الكثير من مصالح المواطنين التي تم عرقلتها. نعم، وهو ما أثرته سابقا أنا في هذا الموضوع، أنه الحكومة توجه رسالة قوية جدا عندما يعني هي أداة، أنت يعني عندما لا تستطيع أن تضرب خصمك بالضربة القاضية، حاول أن توجه له ضربات بالنقاط، عندما توفر الرواتب، عندما تبقى المؤسسات الإدارية قريبة من الناس، المحافظين، مسؤولين المديريات موجودين للناس، القضاء متواجدين، يعني الناس في الجهات المحررة، ليس فقط في المناطق المحررة، حتى في المناطق التي تتوق إلى التحرير، هي ستشتاق إلى هذا النموذج. يجب على الحكومة أن تنطلق من هذا، لأنه كلما بنيت نموذجا جيدا ومشرفا في المناطق المحررة، فإن الناس سوف يتفاعلون وسوف تسهل إليك مهمة التحرير فيما بعد. أما يعني تخيل أنا كمواطن موجود في محافظة إب الآن أو في محافظة حجة، وأرى الوضع على ما هو عليه الآن في محافظة تعز، يعني محاكم غير موجودة اليوم. هذه مثلا عندما نسمع الأخبار في كل مكان، في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحسابات الشخصية الناس يتم تصفية الحسابات بكل شخص يحاول أن ينتسب إلى فصيل عسكري معين ويقوم بتصفية حساباته وإعدامات موجودة بدون محاكمات، بدون الناس صحيح. تقلق بهذا النموذج، بل يندمون أيضا حتى المتواجدين في المناطق المحررة مثل تعز في الوقت الحالي، وهو نموذج سيء جدا يعني، وتتحمل المسؤولية، تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عمر الحميري المحامي من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. مرحبا بقناة بلقيس، مرحبا بك أختي الكريمة. أهلا بك معنا أستاذ عمر، وبداية نود أن تقيم لنا أداء الجهاز القضائي في المناطق المحررة في تعز. بسم الله. بالنسبة للأداء القضائي في المناطق المحررة في مدينة تعز، هناك شلل تام في الأجهزة القضائية ممثلة بالمحاكم والنيابات العامة، وهي نتيجة طبيعية للحرب التي شنت على تعز والعدوان الحوثي الذي قضى على الحركة في تعز، والذي قضى على البنيان، والذي قضى على الحياة العامة في تعز بشكل عام، وتأثر الجهات القضائية بشكل أساسي ومباشر باستهداف الحركة في مدينة تعز والحصار. وعموما تعتبر المحاكم في تعز والنيابات مغلقة من بداية الحرب وحتى الآن. نعم أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني إذا ماذا عن التجاوزات التي تحدث، تعدد الرؤوس أيضا التي تمارس القضاء في تعز والتي تطيل برأسها من فترة لأخرى؟ أعيد السؤال أختي.
أقول لك يعني ماذا عن هناك، يعني نسمع بتجاوزات تحدث في هذه المناطق المحررة، هناك أكثر من شخص يقوم بمهام القضاء من فترة لأخرى. هذه نتيجة طبيعية للاختلالات الأمنية وعدم وجود الدولة تنتج عنها دائما يعني الضرر المباشرة في حياة المواطنين ممثلة في غياب الجهاز القضائي مباشرة. نعم. الجهاز القضائي لا يمكن أن يحدث عدل في المدينة بعدم وجود مؤشرة الدولة في الأمن والقضاء وغيرها. ما الذي يمنع تواجده برأيك؟ هناك أولا هناك لجان للصلح تم تدفينها كحل بديل، وهناك تجاوزات فعلا حصلت، ولكن هذه نتيجة طبيعية لأنها جهود فردية وجهود جماعات يعني تحاول أن تعمل جزء يعني من الحل وعمل بديل للأجهزة القضائية، ولكن دائما هناك قصور في هذه المسألة. نعم، لماذا برأيك أستاذ عمر لم يتم تعيين يعني أو تفعيل الأجهزة القضائية وما يتبعها من يعني أجهزة مثل الشرطة، النيابة، المحاكم، حتى يعني لا تتاح الفرصة لكل الأطراف أن تتبنى هي مسألة الأمن؟ وهناك أيضا يعني لا ننسى أن أي طرف قد يعني يحمل نفسه مثل هذه المسؤولية قد يقع في أخطاء يعني غير مسموحة. الجهاز القضائي لا يمكن القيام به، لا يمكن أن يقوم الجهاز القضائي بدون الأمن. هناك شلل تام في الحياة السياسية والحياة العامة والحياة المؤسساتية في تعز، هناك تقصير من الحكومة، حكومة الشرعية، هناك أيضا ضعف وهزالة في الأداء في المؤسسات التي تم تدشينها مثل مؤسسة الأمن. لا يمكن أن نتحدث عن قضاء في عدم وجود الأمن. القضاء لا يمكن أن يزاول عملهم بدون حماية قضائية. المحاكم مهتمة متعرضة للقصف، هناك ايضا ارتفاع المحاكم تعرض للنهب، هناك ايضا عدم حمايه مباني المحاكم، لا يوجد رواتب القضاء، لا يوجد رواتب موظفي المحاكم. لا يمكن الحديث عن اقامه قضاء الا بتواجد مؤسسي وهناك دعم حقيقي من الشرعيه في موازنات في السلطه القضائيه. هناك تعيينات فعلا، هناك جهود قام بها المحافظ مشكورا، وقامت بها ايضا نقابات مثل نقابه المحامين، عملت على إيجاد حلول لهذه المعضلات التي تعصبت بتعز، بدءا بتعيينات قضائية لقضاة يقومون بعمل جزئي بعمل مستعجل، ولكن هذه الجهود دائما تواجه بمشاكل واقعية، بدءا بغياب الأمن، وهذه أكبر مشكلة، والمشكلة الأخرى غياب الموازنات وغياب الدعم الحقيقي من الشرعية. نعم، إذن أستاذ عمر يعني ضيفنا عبر سكايب الأستاذ فؤاد عامر طرح نفس نقطتك تقريبا، ولكن أيضا يعني هو يلوم الشرعية في هذا التقصير، يعني عدم توفير احتياجات الناس من أمن، من مرتبات، من يعني خدمات بشكل عام، هذا يؤثر على وجود الشرعية في الداخل وفي الخارج أيضا، هل تتفق معه في هذه النقطة؟ نعم نعم نعم، لابد من جهود دولة لإقامة مثل المؤسسات مثل الأمن والقضاء، لابد من جهود الدولة. الجهود الفردية لا يمكن أن تحل مشاكل المدينة بشكل عام. الحقوق الناس تضيع، الدماء، وهناك مشاكل وهناك جرائم تحصل، ولا يمكن أن يتم البت هذه القضايا من قبل لجان صلح خاصة، لأن هذه القضايا تعتبر متعلقة بالحق العام، ويجب أن يقوم بها النيابة العامة، أن تقوم بهذه بالتحقيق في هذه الجرائم ومنع الجريمة. لكن عدم وجود إجراءات مثل هذه تفاقم عملية الانفلات الأمني وتفاقم المشاكل التي الحاصلة بتعز بسبب الحرب. نعم. نعم، من جهود الدولة لابد من دعم حقيقي من الشرعية، ولابد من إيجاد رواتب القضاة الذين يعتبرون السند الأساسي للمواطنين في إيجاد الحقوق، رجال النيابة العامة، القضاة، الموظفين، ونحن كمحامين سند دائما لرجال القضاء، ونحن ننتظر جهود الدولة والخطوات الحقيقية البناءة في هذا الصدد. نشكر المحافظ على جهوده الفردية، ولكن لابد من تعاون. نعم، دعني أنقل هذه النقطة لضيفنا عبر سكايب السيد فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني يتحدث الأستاذ عمر وهو يعني من الميدان أن هناك فعلا مشاكل، هناك جرائم تحدث،
ولكن أيضا هناك جهود فردية يحاول البعض أن يعني يغطي هذه النقاط الضعف في جانب القضاء وفي جانب الأمن، ويعني محاولة السيطرة على الوضع الأمني هناك. تحدث أخطاء بطبيعة الحال، وهذه مرحلة يعني مرحلة أتت بعد الحرب. هل اللوم على هؤلاء الأفراد الذين حاولوا أن يصححوا الخطأ القائم، أم على الدولة التي تركت المناطق المحررة دون ضابط حقيقي؟ نعم، اللوم هو كما تحدثنا في من البداية بعد أن يتم التحرير كان واجب يعني على الدولة أن تقوم هي بملء الفراغ في جميع المؤسسات وفي جميع يعني مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية. لكن في حالة تعز مثلا يعني هو ليس نوع من يعني حتى نكون واقعيين، يعني أين هو محافظ تعز في الوقت الحالي؟ أين هي المحافظة؟ أن يعني أن المحافظ غير موجود في المحافظة، ليس قريبا من الناس ولا مشاكل الناس. فربما يكون صح يعني نوع من الشطحة أن نطالب بوجود بقية المؤسسات والمحافظ اللي هو رأس المحافظة الذي عليه المفترض أن يكون هو المرجع الأساسي لجميع مؤسسات الدولة الموجودة في داخل المدينة غير موجود. لكن في الأخير يعني حتى لو وجدت جهود موازية، الآن السؤال المطروح هو سؤال المشروعية. إذا بررت مثلا الأخ يقول لي الأستاذ الموجود في داخل تعز أن هناك مثلا بعض التعيينات، يعني إذا كنا يعني هي مسألة ملء فراغ، هذه الحجة أيضا ممكن أن نعطيها أيضا لسلطات الأمر المواقع الموجودة في داخل صنعاء وهي تمارس القضاء. يعني هي تمارس الآن في نوع من العمل القضائي بالحد الأدنى موجود، في نوع من الأمر الاستقرار موجود في داخل صنعاء، في بقية المحافظات اللي هي تحت الميليشيا. إن لم يكن، دعونا نكون بصراحة، الوضع في هذه المحافظات أفضل من الوضع الموجود في المناطق الموجودة تحت يد الشرعية، وبالتالي يجب أن نتخذ الأعذار. هنا السلطات والفعاليات والناس والمنظمات الموجودة في داخل تعز يجب أن تضغط بقوة على المحافظة، على الحكومة، ممثلي المدينة موجودين اللي موجودين في السلطة المحلية في داخل الرياض، يجب أن يضغطوا في هذا الاتجاه من أجل إعادة مؤسسات الدولة حتى لا تستمر المدينة كفريسة للجماعة المسلحة. دعني أنقل تساؤلك هذا أستاذ فؤاد، دعني أنقل تساؤلك هذا للأستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني يتساءل الأستاذ فؤاد عن محافظ المحافظة، كيف نطالب بوجود يعني السلطات والمحافظ الذي هو على رأس هذه السلطات غير موجود، أين دوره بالضبط؟ لابد من ظهور السلطة المحلية بقوة حتى نستطيع أن نتحدث عن يعني مجلس قضاء ونيابة وما إلى ذلك، ما رأيك؟ المحافظ يعتبر رئيس السلطة المحلية في تعز، وهذه السلطة المحلية لا يمكن أن تقوم إلا بدعم وتنسيق مع الحكومة الشرعية المتواجدة في عدن. نحن لا نتوقع من المحافظ أن يقوم بدور فردي في تعز، وفي عدم وجود أي تربيق وأي قنوات تواصل مباشرة مع تعز، الشرعية مهملة لتعز، وهذا شيء مفروغ منه ومعروف. والمحافظ يقوم بجهود فردية داخل عدن بحيث تواصل، يعني خلال الشهر الماضي تواصل مع مجلس القضاء الأعلى وطرح عليه مشاكل القضاء في تعز وإعادة السلطة القضائية في تعز، وتم إعاده من قبل بندريك رئيس مجلس القضاء الأعلى في عدن الموحدة الشرعية بعمل حلول لهذه المشاكل. نحن نتوقع أن المحافظ أن يقوم بهذه الجهود وأن يواصلها وأن لا يتركها، ولكن السلطة المحلية في تعز لا يمكن أن تقوم بجهود فردية من غير دعم الشرعية وغير دعم الحكومة. أما بالنسبة لحكومة حكومة الأمر الواقع التي يحاول اعتبارها حكومة أمر واقع، هذه الحكومة وهذا الانقلاب هو أساس المشكلة في تعز، هو الذي دمر الحياة في تعز. لا يمكن أن نقبل بأن تكون سلطات صنعاء، السلطات الانقلابية، لها يد في تعز وفي إدارة الحياة العامة في تعز، وهي أيضا عاجزة عن إدارة الحياة في تعز. هي لا ترسل لنا إلى المقاتلين، هي ترسل لنا سوال الغام، لم ترسل رواتب للموظفين، لم ترسل لنا رواتب للقضاة، أوقفت اعتمادات المحاكم، أوقفت جميع أسباب الحياة في تعز وأرسلت لنا أسباب الموت. لا يمكن أن نعول على حكومة الانقلاب خدمات المواطنين في تعز، وهي ترسل لنا سوى الصواريخ والقذائف يوميا.
نعم، إذا برأيك ما الذي يعيق الدولة فعله حتى تعجز عن نقل هذه يعني أو تعيين جهاز قضائي الحث؟ يعني لنقل لا توجد ميزانية، ولكن هذه مسألة يعني ربما حتمية، الناس يبحثون عن الأمن حتى يستطيعوا أن يعني يقاوموا الحياة، يعني الأمن ربما قبل الغذاء في هذه المسألة، خاصة يعني بعد حدوث أكثر من مشكلة في تعز نتيجة غياب القضاء. يعني كنا نود أن يكون معنا وزير العدل في هذه الحلقة، ولكنه اعتذر للظهور ومناقشة هذه الحلقة، لا ندري يعني ما هي أسبابه. تفضل. نعتقد أن وزير العدل المعين من الشرعية والحكومة بشكل عام تعترف بهذا التقصير تجاه تعز، وأيضا نحن نلوم أيضا سلطات الأمر الواقع في تعز التي شكلت لجان ميدانية لجان صلح. هناك أيضا قصور كبير، وهناك أيضا أخطاء كبيرة وكارثية. نعم. لكن نحن كمواطنين وكرجال القانون نحن نقول أن على الدولة أن تقوم بهذا الدور، ونحن نقول أن هناك أخطاء تطوي التقادم تجاه أفراد مارسوا انتهازية من خلال دورهم كرجال صلح ورجال لجان تحكيم. ولكن نلوم من؟ نحن نلوم الشرعية التي نقاتل من أجلها، والتي يوحي الناس بتعز يوميا من أجل هذه الشرعية. عليها أن تقوم برد الجميل، وأن تقوم بواجبها، وأن تقوم بتفعيل يعني أبسط السلطة القضائية ولو بقاضي واحد في كل محكمة لتسهيل أمور الناس والبدء بتشكيل يعني أبسط مكونات الحياة القضائية في تعز وخدمات المواطنين وإعادة الحياة الطبيعية في تعز. يعني نحن نطلب فقط طبيعة الحياة، لا نطلب أكثر من ذلك. تعز تقدم الشرعية الكثير ولا تحظى بأقل القليل من الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقوم بها. نعم، إذا ما هي السلبيات أستاذ عمر في هذه النقطة لو تحدثنا خارجيا؟ يعني المناطق التي تحرر وتكون تحت سلطة الشرعية يعني تنسى تماما من قبل الشرعية للأسف، لا يفعل فيها النظام ولا القانون ولا الخدمات بشكل قوي، فبالتالي تصبح عرضة لوجود أكثر من عناصر تخريب، أكثر من مشكلة أيضا، وبالتالي يعني تظهر للعالم الخارجي بأنها يعني مناطق منكوبة إن صح لنا القول من جميع النواحي، إنسانيا أمنيا سياسيا وما إلى ذلك. ما رأيك، ما هو التأثير الذي تؤثر هذه النقطة فيه على الشرعية خارجيا؟ السلبيات المباشرة التي تقوم بها الحكومة، حكومة الشرعية تجاه المناطق المحررة، يتمثل أولا بتوزيع المناصب سياسيا وحزبيا. هناك محافظة تتم وغير مقبولة، يعني الأشياء التعيينات لا تتم بناء على احتياجات المدينة بقد ما تتم على تقاسم ومحافظة. هذا الشيء مرفوض ولا يخدم تعز. نحن بحاجة الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا شيء. الشيء الآخر، الحكومة لا تقوم بدعم تعز بالدعم المطلوب. يعني نسمع عن مبالغ خيالية تصرف لأشياء غير يعني بالإعلام، بأشياء غير منتجة، بينما نعم. تعز بحاجة إلى عمل إغاثي، بحاجة إلى عمل مؤسسي. مؤسسة القضاء يعجز يعني رجالها عن حقهم في العيش. يعني كيف نتوقع من قاضي أن يداوم من يخاطر بحياته وهو لا يجد راتب؟ شيء آخر، رجال الأمن لا يجدون يعني أبسط مكونات عملهم. يعني رجال الأمن تشكو من عدم توفر حتى مادة البنزين. يعني طيب، هناك أشياء غير مقبولة من الحكومة، بينما الحكومة هذه ما لديها دعم ولديها يعني إمكانيات. نجد في عدن سلطة يعني قائمة وقوة، ولا يوجد أدنى وأبسط مظاهر الدولة في تعز. يعني هناك عدم عدالة، هناك أيضا عدم شعور الشعب المسؤولية في إدارة مناطق تعز. يعني عندما يعين أشخاص بناء على المحافظة، هذا شيء مرفوض في تعز تماما، ونطلب تعيين الأشخاص المناسبين وبكفاءة، وأيضا نطلب الدعم الحقيقي المباشر للبناء، وايضا مراقبه عمليه الاغاثه ومراقبه. نعم، اتفق مع حديثك تماما استاذ عمر، ولكنك لم تجبني على سؤالي. ما تاثير كل الذي ذكرته على الشرعيه خارجيا؟ كيف يمكن ان ينظر المجتمع الدولي لشرعيه لم تستطع تفعيل اجهزتها في المناطق التي حررتها؟ النتيجه الطبيعيه ان تظهر المناطق المحرره بانها مناطق فوضى وانها مناطق عرضه لسيطره الجماعات الارهابيه. تعز الآن مهددة بمخاطر الإرهاب، تعز الآن يتم دعوشتها فعليا بشكل عالمي أمام الرأي العام العالمي، يتم اتهامها بأنها تحت سيطرة الإرهابيين والجماعات المسلحة الغير التي لا تنضم للدولة. هناك فعلا مظاهر تحدث يوميا، ونخشى أن تتفاقم وأن تصبح ظاهرة حقيقية.
في عجز الدولة وعجز السلطة، وبالتالي تنامي قوة الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة والتي ترفض أساسا إدارة الدولة. هذه النتائج سوف تصبح يوما ما جارحة على سعيد وتنفع الشرعية عندما تقتل الشرعية في إدارة مناطق مدينة مثل سعيد وهي مدينة محررة. يعتبر هذا الفشل فشل للحكومة بذاتها وفشل للشرعية، ويعتبر نكران للتضحيات التي قدمتها هذه المدينة في سبيل الشرعية وفي سبيل الدولة وفي سبيل الوطن. يعني نحن ننتظر من الشرعية أن تحافظ على نفسها إذا لم تحافظ على سعيد، وأن تعمل على يعني حماية شرعيتها في حماية سعيد، لأن هناك إذا حصل قوة سعيد وإذا حصل انقلاب الدولة وغياب الدولة وسيطرة الجماعات الإرهابية سوف تكون الشرعية في خطر حقيقي وسوف صحيح إذن تنتهي شرعيتها وأساس شرعيتها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك السيد عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ فؤاد، عدت إلينا ولكن هذه المرة عبر الهاتف. أستاذ فؤاد، لو تحدثنا عن يعني ربما هناك من يتحدث عن أن موازنة الشرعية عادة تذهب في هذه الفترة لبناء جيش، هل يعقل أن يعني تأتي هذه المسألة على حساب المؤسسة الأمنية؟ يعني هناك بطبيعة الحال أهمية لبناء الجيش، لكن هل يعني يعقل أن تتناسى أو يتم تغييب بقية الأجهزة بهذا الشكل؟ نعم، الجيش بالتأكيد أنه محور مهم جدا، لكن في الأخير هناك ملفات. يعني الجيش سيقوم بحرب الميليشيا، سيقوم بطردها من المدن، لكن هناك أمور لا يستطيع الجيش أن يقوم بها. هناك لابد أن يكون التعامل مع الناس، مع الجرائم، مع الشكاوى. لابد أن يكون هناك أجهزة أمنية استخبارية يتم بناها مباشرة بعد التحرير. لا يستطيع الجيش أن يقوم بهذه الوظائف الأمنية. يعني نحن الآن في الذكرى السنوية مثلا هذه الأيام لمقتل عمر بطويل، هذه الجريمة مثلا شهيد الكلمة الحرة في داخل عدن التي حصلت العام الماضي وتم تداولها على شكل كبير جدا مثلا في الرأي العام العربي. نعم. والخارجي وتم إطلاق سراحه يعني في الأخير من قبل النيابة، شبه سلطات متواجدة. نعم. في قضائية موجودة أطلقت سراحه، وهو يعني هذا الأمر يعطي مؤشر سلبي جدا عن الحكومة. وهذه الأمور لا يستطيع الجيش، يعني الجيش ليس لا خلاص، تم التحرير في داخل تعز، ننتقل إلى الخطوة مباشرة ثانية. الخطوة هي إعادة يعني البيس بيلدينج ما يسموها، وإعادة بناء السلام، بناء المؤسسات. نعم. هذه هي تأتي بمراحل، ومن جدية الحكومة في السير في هذا الاتجاه هو سيخفف الضغط الدولي عليها في هذا الاتجاه. من بداية الحرب وحين يعني تم تحرير عدن والمناطق الجنوبية، المجتمع الدولي مارس ضغوط كبيرة جدا، والتحالف التزم المجتمع الدولي بأنه في الوقت الذي نتقدم فيه إلى العاصمة وبقية المدن يتم. نعم. بناء مؤسسات وتطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى مجاريها في المناطق المحررة. إذن وهذا القصور. نعم. نعم، إذن يعني وصلنا إلى ختام الحلقة أستاذ فؤاد، شكرا جزيلا لوجودك معنا في المساء اليمني. فؤاد عامر كنت معنا عبر سكايب من باريس، وشكرا أيضا للضيفي الذين كانوا معنا عبر الهاتف، المحاميين فيصل مجيدي وعمر الحميري. وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.